واسمحوا لي ان احيي موقع اهلا من معليا واخونا الصحفي زهير مسلح، شكرا لتصفيه هذا الحفل. لقينا الجور المقصود.
فستان الفرساء للأخت عدو راني، للأخت رشد الحميد، للأخت جسمين عبد. هذه تحية كبيرة جدا فعلا لأهلنا في معليا. والآن نكمل
البنت مسافر بستان يا جماعه، بتقرا زي ازاي؟ طالب اكاديمي. انتوا فاهمين؟